السلام عليكم. جماعة الحوثي شنت هجوما للمرة الأولى على الإطلاق على البحرية الألمانية في 24 ساعة الماضية، وهذا الهجوم هو كان في حقيقة الأمر عبارة عن مجموعة من الهجمات التي تحدثت عنها عدد من المصادر المهمة مثل القيادة المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية التي أكدت بأن كان هنالك هجوما هنا في البحر الأحمر باتجاه ميناء الحديدة، بالإضافة إلى NTV هي التي ذكرت مسألة الاشتباك مع البحرية الألمانية، وبشكل خاص ذكرت فرقاطة هيسن الألمانية التي انتشرت مؤخرا في البحر الأحمر ضمن حلف أسبيديز أو حلف الدروع الألماني أو حلف الدروع عفوا الأوروبي الذي انتشر في هذه المنطقة وبدأ بعمله الجمعة الماضية من أجل مساندة حلف حارس الازدهار في مواجهة هجمات جماعة الحوثي إن كانت في البحر الأحمر أو إن كانت كذلك في خليج عدن أو مضيق باب المندب. الذي جرى بحسب هذه التفاصيل، القيادة المركزية الأمريكية ذكرت ببساطة بأن جماعة الحوثي أطلقت 5 طائرات مسيرة مفخخة تجاه خطوط الشحن في البحر الأحمر. هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية ذكرت بأن كان هنالك صاروخا مضادا للسفن استهدف إحدى سفن الشحن الموجودة هنا في البحر الأحمر. بلومبرغ ذكرت بشكل واضح بأن السفينة المستهدفة هي كانت سفينة يونانية وكانت بالقرب منها ناقلة للمواد الكيماوية، وهي تعتبر ناقلة مملوكة من قبل الإمارات العربية المتحدة. الهدف هي كانت السفينة اليونانية، وبالتالي عادة جماعة الحوثي عندما تقوم بمثل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة وبالصواريخ بهذا الشكل تدمج الهجوم، يكون هجوما مزدوجا من أجل مشاغلة المدمرات الموجودة في البحر الأحمر بالطائرات المسيرة لتحقيق الهدف الذي تبحث عنه في استهداف سفن الشحن بشكل عام. وفعلا هذا الصاروخ كان قريبا للغاية واصطدم بنقطة أو ضرب نقطة قريبة للغاية من السفينة اليونانية، ولكن في نهاية المطاف لم تكن هنالك أي أضرار على هذه السفينة، لا قتلى لا جرحى، لم تغرق السفينة والسفينة استمرت برحلتها بشكل طبيعي كما جاء في البيانات الرسمية المرتبطة بهذه الحادثة أو بهذا الهجوم. ولكن الطائرات المفخخة هنا هاجمت المدمرات الموجودة في المنطقة من ضمنها فرقاطة هيسن الألمانية التي نتحدث عنها، وهذه الفرقاطة تمكنت في حقيقة الأمر من تدمير طائرة مسيرة مفخخة في هذه المنطقة، وبعد ذلك الطائرة الثانية جاءت لتهاجم الفرقاطة بشكل مباشر بحسب ما أكدته NTV. وتمكنت هذه الفرقاطة الألمانية في نهاية المطاف من عملية تدمير هذه الطائرة المسيرة المفخخة، وبشكل عام كل الطائرات المفخخة بحسب القيادة المركزية تم تدميرها بمواجهتها بالمدمرات وكذلك بالطائرات الحربية المنتشرة في هذه المنطقة. بالتالي عملية ناجحة في التصدي، ولكن في نفس الوقت جماعة الحوثي قامت بهذا الهجوم بعد كل التقارير التي أكدت بأن جماعة قامت بمهاجمة خطوط الفايبر الممتدة تحت المياه عبر مضيق باب المندب. هاجمت 4 خطوط بحسب جلوبز العبرية وعدد من المصادر الأخرى. جماعة الحوثي طبعا نفت بأنها قامت بهذا الهجوم، ولكن بشكل عام المصادر ذهبت إلى هذا الطريق، وخاصة أن جماعة الحوثي سبق وأن هددت بالقيام بمثل هذه العملية. وخطوط الفايبر هي التي تربط طبعا الشرق بالغرب بأكمله، وكان هنالك ضررا نوع من الضرر على مستوى الانترنت، والانترنت الموجود في جيبوتي كان هنالك اضطرابا بهذه الاستهدافات بين 24 و25 وكذلك 27 من فبراير من هذا الشهر. وبالتالي جماعة الحوثي ببساطة هي تهاجم تحت المياه وتهاجم أيضا السفن الموجودة فوق المياه، إن كانت المدمرات إن كانت سفن الشحن بشكل عام، وسعت من بنك أهدافها. هي لا تستهدف فقط السفن الإسرائيلية، تستهدف السفن الأمريكية البريطانية اليونانية الدنماركية وغيرها من السفن التي رأيناها من جنسيات ومن دول مختلفة، تهاجم البحر الأحمر، تهاجم مضيق باب المندب، وكذلك أيضا تهاجم خليج عدن، وهي لا زالت تفرض حصارها وتطبق حصارها وسيطرتها على هذه المنطقة. لا بل ما هو مثير بأن هنالك تفاصيل جديدة تتحدث بأن جماعة الحوثي بدأت تعد لتحقيق هجمات داخل اليمن ضد أعدائها من الحكومة الشرعية اليمنية أو المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا، والأمر مرتبط بتفاصيل نشرت مؤخرا من قبل سبأ
انتليجنس هي التي ذكرت بأن هنالك رغبة من جماعة الحوثي للقيام بهجمات قادمة هنا على محافظة الضالع التي ترونها. كما تلاحظون باللون الأحمر هي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، باللون الأزرق هي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وكذلك المجلس الانتقالية الجنوبية. هذه المنطقة محافظة الضالع تلاحظ بأن السيطرة المجلس الانتقالية الجنوبي نصف المحافظة تحت سيطرتهم والنصف الآخر وتحت سيطرة جماعة الحوثي. الذي جاء من خلال هذا المصدر وما تحدث عنه في الأيام القليلة الماضية بأن الجماعة بدأت تحرك وحركت العديد من الصواريخ الخاصة بها والتي كانت في حقيقة الأمر هي مكدسة منذ زمن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بلاد الروس في صنعاء. حركوا هذه الصواريخ من أجل استخدامها في هجمات على القوات اليمنية الموجودة في محافظة الضالع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى نشرهم لقوات ومختصين وقوات استطلاع من أجل مراقبة تواجد الجيش اليمني الموجود في هذه المنطقة من معسكرات وغيرها. وكذلك أكدت بأن هنالك عناصرا من الحرس الثوري الإيراني أيضا وصلوا لهذه المنطقة من المختصين أيضا بالطائرات المسيرة، وتم تأكيد أيضا نشر منظومات خاصة بالطائرات المسيرة في محافظة الضالع للقيام برصد المعسكرات وتواجد الجنود اليمنيين كما تحدثنا التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تحقيق هجمات قادمة في الداخل. قد يبدو هذا الأمر غريبا خاصة وأن جماعة الحوثي تتعرض لضربات من الغرب بشكل مستمر، وكذلك أن هذه الجماعة في اشتباكات في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، خليج عدن، حلف أسبيديز الذي تحدثنا عنه، حلف الدروع، حلف حارس الازدهار، عملية بسايدن آرشر أيضا التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا مدعومة من 6 دول بأربع موجات. من الممكن أن تزداد موجات الضربات على جماعة الحوثي بسبب كل ما يجري في هذه المنطقة. كيف لهم أن يفتحوا جبهة في الداخل قد تكون ضدهم في نهاية المطاف أو تنعكس ضدهم بشكل مباشر؟ المثير بهذه المسألة أن جماعة الحوثي الواضح بأنهم يريدون إشعال الداخل لأسباب ذكية للغاية، وذلك لأنهم يريدون استغلال مسألة أن الشعب اليمني بشكل عام إن كانوا تحت مناطق سيطرة جماعة الحوثي الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل عام هم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية وأن هذه قضية مهمة لهم. وعيدروس الزبيدي وهو رئيس مجلس أو المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا الرجل سبق وأن نقلت عنه تصريحات بأنه مستعد لمساعدة الدول في العالم الموجودة في هذه المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بشكل مباشر، من أجل حماية الملاحة الدولية بشكل عام من هجمات جماعة الحوثي. وهذا هو الذي جعل جماعة الحوثي أن تنهال على عيدروس الزبيدي بأنه يدافع عن إسرائيل وغيرها. ونقلت سابقا أيضا تصريحات له بأنه يرحب بالتطبيع مع إسرائيل، لكنه طلب طبعا بالنسبة مشاركته في حماية الملاحة في هذه المنطقة، طلب بأن يكون هنالك اعترافا بحقهم بأن تكون هذه المناطق اليمن الجنوبي، وهو الهدف الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وهذه المسألة هي التي يبدو جماعة الحوثي تريد استغلالها ولا زالت الحرب في قطاع غزة مشتعلة، أن يقوموا بهجمات مباشرة على المجلس الانتقالي الجنوبي وبعدها تشتعل المعارك في هذه المنطقة، وبالتالي سيحاولون شيطنة المجلس الانتقالي الجنوبي وجعله بشكل أو بآخر يبدو وكأنه يدافع عن إسرائيل أو كأنه إسرائيل داخل اليمن، وبأن على اليمنيين مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي. بالتالي هي استغلال الظروف واستغلال الفرص بالنسبة لهذه الجماعة لتحقيق العديد من المكاسب ضد هذه القوات اليمنية الموجودة في هذه المنطقة من المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى الحكومة الشرعية. وهذه تفتح بابا مهما بالنسبة للجماعة للتقدم على سبيل المثال والسيطرة على الضالع، وهذا يعني بأنهم يقتربون شيئا فشيئا من مركز القرار الموجود في عدن، وكذلك هم يستغلون عملية التقدم من الجانبين من تعز من أجل العودة للسيطرة على هذه المنطقة بأكملها، وبعد ذلك أيضا فتح الباب لمحاولة توسيع سيطرتهم على هذه المناطق التي ليست تحت سيطرتهم وتحويلها إلى اللون الأحمر، ويعني مزيدا من السيطرة والهيمنة من قبل جماعة الحوثي على مضيق باب المندب، ويعني خطورة أكبر من جماعة الحوثي على هذه المنطقة. وكذلك هم من الممكن أن يهاجموا أيضا محافظة مأرب لاستغلال هذه المسألة بأن هؤلاء كلهم مع إسرائيل، أي تستخدم كبروباغندا أو كإعلام أو كحملة إعلامية
بروباغندا من قبل جماعة الحوثي لمحاولة الضغط على مأرب أو محافظة شبوة، وبعد ذلك هذه كلها تعتبر مناطق للطاقة مهمة للغاية للغاز والنفط، لتصبح جماعة الحوثي هنا تستغل الظروف بشكل هائل في هذه المنطقة لتحقيق مكاسب داخلية في ظل دعم في ميدان السبعين في صنعاء وغيرها من المناطق. هنالك دعم كبير لجماعة الحوثي في العمليات التي تقوم بها، وأن لا زال هنالك أيضا تعبئة مستمرة ومقاتلين جدد ينضمون لجماعة الحوثي. وما هو وكدليل على ما ممكن أن يكون قادما في محافظة الضالع أن هنالك تطوعا وتخريجا لدفعات جديدة من المقاتلين ظهرت مؤخرا في الأيام الثلاثة الماضية هنا في محافظة الضالع. كما تلاحظون في مديرية جبن ظهر العديد من المقاتلين هنا الجدد في هذه المحافظة المهمة للغاية. وهنا كما نلاحظ من التأكيد كما نقلت من الأوساط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي 25 من فبراير، ونلاحظ بأننا أمام الدفعة الأولى، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورات طوفان الأقصى، هي الدورات التي بدأتها جماعة الحوثي والتعبئة من أجل إرسال مقاتليها إلى قطاع غزة لمقاتلة الجيش الإسرائيلي. لكن التحشيدات هنا تأتي باتجاه المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، أو حتى باتجاه الحكومة الشرعية أيضا. إذا ما أخذنا عددا من اللقطات من أجل التأكد من طبيعة موقع هذا الاستعراض وهؤلاء المقاتلين، سنلاحظ من هذه اللقطة يصبح أمامنا واضحا أن هنالك مدرجا كما هو ملاحظ، ومدرج آخر للجماهير، منطقة ترابية مرتفعة أمام هذه المدارج كما نلاحظ، وتلاحظ أن هنالك تخطيطا باللون الأبيض، وكذلك منطقة ترابية واضحة، وهذا يعطينا فكرة بأننا قد نكون أمام ملعب لكرة القدم، وهذا هو جبل مرتفع، وهذا هو مدخل على ما يبدو لهذا الملعب. الصورة تصبح أكثر وضوحا مع هذه اللقطة التي يصبح أيضا من التخطيط الأرض كما نلاحظ هنا باللون الأبيض بأننا فعلا أمام ملعب لكرة القدم كما يبدو. ونلاحظ أيضا بأننا أمام ثلاث مباني مميزة، 1، 2، 3 تأتي بهذا الشكل المائل، وهذا تصميم مميز هندسي لهذا المبنى كما نلاحظ هنا. بالتالي بالاعتماد على هذه المعلومات والذهاب إلى مديرية جبن، هذه هي طبعا محافظة الضالع التي ترونها، وهذه هي المديرية تقريبا تأتي هنا، والاستعراض كله بحسب القمر الصناعي كان في حي شباعة. هذا الحي إذا ما ذهبنا له الآن بالقمر الصناعي سنلاحظ بأن هنالك ملعبا مميزا في هذا الحي، يعطيك فكرة بأن هنالك التطوع يجري هناك. هذا هو الحي الذي نتحدث عنه، جنوب هذا الحي هنالك ملعب معروف ترابي وهو ملعب شباعة كما تلاحظون. نتجه إلى اليمين قليلا الآن، سنلاحظ أن كل العلامات تتطابق مع الصورة الأولى التي رأيناها من هذا الاستعراض. ترى كل المدرجات، المنطقة الترابية المرتفعة هنا، التخطيط واضح على الأرض، الجبل، وكذلك هذا هو مدخل هذا الملعب، وكذلك تتطابق معه المباني بالجهة الأخرى. نتجه إلى الشمال قليلا، ستجد نفس المباني فعلا موجودة كما لاحظنا في الصورة الثانية، لتلاحظ هنا المبنى الأول، المبنى الثاني، المبنى الثالث بهذا الشكل المائل، وهذا هو الشكل الهندسي لهذا المبنى. بالتالي هذا يوضح أن عملية الاستعراض والدفعة الأولى التي ظهرت في هذا الحي وفي هذه المديرية في محافظة الضالع كانت هنا، وقالوا بأن هنالك دفعات من المقاتلين الإضافيين. بالتالي أنت تعبئ وتجهز وتخطط لحرب داخلية كما يبدو، ودليل على ما تحدثت عنه سبأ انتليجنس، وسبأ انتليجنس ذكرت بأن هنالك عناصر من الحرس الثوري الإيراني انتشروا في هذه المحافظة. هو أمر يتطابق تماما مع تصريحات نائب الأدميرال الأمريكية براد كوبر الذي قال بأن المعلومات والأدلة اكتملت بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل اليمن يساعدون جماعة الحوثي في الهجمات التي نتحدث عنها على خطوط الشحن الدولية، بالإضافة إلى أن تيم ليندر كينج وهو المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تحدث لمجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا وذكر نفس المسألة، وقال الآتي: تشير التقارير العامة الموثوقة إلى أن عددا كبيرا من العناصر الإيرانية وحزب الله اللبناني يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن. وهذا يعني ببساطة أن إيران متورطة تماما بشكل مباشر في كل العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن. وهذا قد يفتح الباب للبعض وأن يعتقد بأن من الممكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يذهب مباشرة لضرب العمق الإيراني بسبب التورط بكل هذه الهجمات الخطيرة للغاية، تحديدا عندما نتحدث عن مضيق
باب المندب الاستراتيجي للغاية. ولكن في حقيقة الأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن ينظر للعديد من الأمور. أولى هذه الأمور التي قد لا يعرفها الكثيرون بأن الجيش الإيراني يعتبر أكبر ثاني جيش في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، ويصل عدد المقاتلين لهذا الجيش 587 ألف جندي بالإضافة إلى 200 ألف جندي من جنود الاحتياط. يضاف إلى ذلك هي جماعة الحوثي، الجماعة التي يصل عددها من 150 ألفا إلى 250 ألف مقاتل، حزب الله اللبناني 100 ألف مقاتل، وحركة حماس 40 ألف مقاتل، عدا الفصائل الموجودة في سوريا وفي العراق. بالتالي أنت تتحدث عن مليون جندي ممكن أن يقاتل لإيران بالتنسيق مع إيران أو بأوامر مباشرة مع أو من الجانب الإيراني، بالإضافة إلى أن إيران تمتلك مفاعلات نووية تحت الأرض متقدمة للغاية، وتخصب اليورانيوم بنسب عالية للغاية تصل إلى نسبة 60%، وهي خفضت نوعا ما من إنتاجية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مؤخرا من أجل إعطاء رسالة الولايات المتحدة بأننا نريد التفاوض. ولكن الإدارة الأمريكية هنا تعلم أي ضربة على الداخل الإيراني ممكن يعني ببساطة أن إيران فجأة ستفاجئ العالم بالوصول إلى القنبلة النووية، وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. المفاعلات كما نتحدث هي مفاعلات تحت الأرض، بالإضافة إلى أن الوول ستريت جورنال مؤخرا كانت قد ذكرت أن أي شخص ملياردير يحتاج إلى مليار دولار فقط لبناء مفاعل نووي وخمس سنوات، أي خمس سنوات ومليار دولار تستطيع من بناء مفاعل نووي، وإيران تمتلك مثل هذه الأموال. بالتالي أي ضربة من قبل الجانب الأمريكي سيعني في نهاية المطاف أن إيران تمتلك كل هذه القدرات وتفاجئ العالم بقنبلة نووية، تسلح نووي، أمر لن يفيد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مقبل على انتخابات أمريكية مهمة في نوفمبر القادم. ومشكلة الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا يجب أن يتعامل بطريقة مختلفة مع الجانب الإيراني. الطريقة الوحيدة التي نفعت هي طريقة دونالد ترامب عندما فرض عقوبات وقيود كبيرة للغاية وفرض السناب باك على إيران وجفف منابعها المالية بشكل كبير وعال للغاية. وإن طبق جو بايدن هذه المسألة سيبدو كدونالد ترامب، لأنه أيضا عندما رفع القيود ورفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب في نهاية المطاف عاد ليدرجهم مرة أخرى في لوائح الإرهاب. بالتالي بدأ يبدو وكأن سياسة ترامب هي السياسة الأصح والقراءة الأصح لمنطقة الشرق الأوسط. بالتالي هو يريد إبقاء الأمور هادئة وأن يعرف قدرة إيران في حالة التعرض لها والبقاء بمحاولة ترتيب الأوضاع في هذه المنطقة من هجمات أو دبلوماسية أو عمليات ردع أو استهدافات لقيادات كبرى، وخاصة أن دونالد ترامب أصبح خطرا للغاية على جو بايدن. دونالد ترامب بالنسبة له فاز في ولاية ميشيغان بهذا الشكل الكبير على نيكي هيلي اليوم كما تلاحظون، وتم الإعلان عن هذا الانتصار بشكل مباشر وبشكل كبير. وكذلك أن دونالد ترامب الآن يترقب ميزوري، آيداهو والعاصمة واشنطن بعد ذلك، وبعد ذلك نتجه إلى سوبر تيوزداي الثلاثاء الكبير، أي الثلاثاء القادم 16 ولاية ستجري بها الانتخابات بينه وبين نيكي هيلي. ومرشح جدا أن دونالد ترامب ذاهب ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمواجهة جو بايدن. وجو بايدن أيضا في الانتخابات التمهيدية فاز في ميشيغان أيضا فعلا اليوم، ولكن عندما فاز الفوز كان يواجه معارضة كبيرة للغاية كما تلاحظ هنا uncommitted، هنا ليس هنالك أي مرشح ولكن هنالك معارضة لجو بايدن في ميشيغان من العرب والمسلمين الأمريكيين الموجودين في هذه الولاية، رفعوا مثل الاحتجاج ضد جو بايدن، قالوا بأننا غير ملتزمون uncommitted، وصوتوا بنسبة 13.8% ليوضحون لجو بايدن بأنهم سيقومون بالتصويت ضده. بالتالي جو بايدن هنا ليست لديه الكثير من القوة ليظهرها أمام الجانب الإيراني أو حتى جماعة الحوثي. قد تكون جماعة الحوثي بشكل مباشر أن يضغط على هذه الجماعة، ولكن بشكل عام هو لديه مشكلة في التعامل مع إيران المنخرطة بشكل مباشر والفاهمة تماما للمصاعب التي يواجهها جو بايدن.